نختم هذا اللقاء بسؤال الأخت أم التركي، تقول بأنها حجت الشيخ العام الماضي مع زوجها، وفي أول أيام التشريق رمت الجمرة الصغرى، تقول لأنه ما كان هناك زحام، ووكلت الزوج برمي الجمرة الوسطى والكبرى نظرا لكثرة الزحام. تقول وفي المساء طلبت من زوجي أن يعيد الرمي كاملة، رمي الجمرات كاملة، هل علي شيء؟ إذا كانت رمت هي الصغرى وعجزت وكلت الزوج أن يكمل يرمي الوسطى والكبرى فلا حرج في ذلك، التوتير جائز عند العجز. نعم أحسن الله إليك. واستقلت المسألة بأنها وكلت الزوج أن يرمي الجمرات كاملة. لا حاجة إلى أن يرميها ما دامت أنها وكلت عند العجز ورمى عنها، فلا حاجة إلى إعادتها. الحمد لله. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ، شكرا لحضراتكم، واجمعونا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.